حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى اخر اخبار الصحف المحليه والعربيه والعالميه من طبعه اليوم. اليكم اخر المستجدات في الصحف المحليه بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، والبداية في الصحف المحلية من جريدة الصباح، ونطالع أبرز ما نشرته لهذا اليوم. الخلافات السياسية تعصف بقانون المحكمة الاتحادية. الحشد الشعبي يباشر عمليات خدمية لمواجهة فيضان بغداد. حقوق الإنسان تقر بعقبات تواجه التعليم المدمج في الجامعات. اليوم انطلاق العام الدراسي الجديد وسط إجراءات صحية مشددة. ديربي البصرة ينتهي بفوز الميناء. مشاهدينا، هذا كان أبرز ما تناولته من عناوين جريدة الصباح. ننتقل وإياكم إلى جريدة الزمان ونطالع أبرز ما نشرته لهذا اليوم. الهجرة، ديالة تخلو من المخيمات بعد إغلاق الوند. نائبة تثني على قرار قبول الناجيات الأيزيديات بالشرطة. متنبئ يحذر من السيول ويتوقع انحسار الأمطار اليوم. والموقف الوبائي يكشف عن نجاحات في مكافحة كورونا. علامة الجزاء تمنح الفوز للعاصمة والهزيمة الأولى للصقور بالممتاز. مشاهدينا، أما آخر الصحف المحلية لهذا اليوم فهي صحيفة الدستور، ونطالع أبرز ما نشرته من عناوين لهذا اليوم. استنفار حكومي لمواجهة سيول الأمطار. البرلمان بانتظار الموازنة بعد تحديد الحكومة موعدا لإرسالها. تدويل قضية الأولمبية ينذر بالخطر. منفذ طرابيل يسجل أعلى مستوى انتعاش للتبادل التجاري منذ افتتاحه. وآخر العناوين في الصحف المحلية، أمريكا تحرك حاملة طائرات وقطعا حربية إلى الخليج. مشاهدينا، إليكم أبرز المقالات بعد هذا الفاصل. ومن صحيفة الصباح نطالع، نازحون في شتاء ممطر، عنوان مقال لعلاء هادي الحطاب وأبرز ما جاء فيه. قبل أيام أعلنت وزارة الهجرة خلو محافظة ديالى من مخيمات النزوح بعد أغلاق مخيم الوند الكرفاني في قضاء خانقين وعودة آخر 93 أسرة. هذا الخبر ربما لم يثر اهتماما كثيرا من قرائه، لكنه بالحقيقة مهم اجتماعيا، لأننا ببساطة أنقذنا مدنا كاملة من حالة الثأرية وتصفية الحسابات، فضلا عن توفير مأوى أفضل لهذه الأسر بكل المقاييس من مأواهم الكرفاني. يبقى على الجهات ذات العلاقة أن تركز جهودها خلال هذه الأيام لتأمين ما يعين تلك الأسر لتجاوز شتاء ممطر بارد، لحين إتمام عودتها إلى ديارها بعد حل إشكاليات تلك العودة. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن أبرز المستجدات في الصحف المحلية ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف المحلل السياسي نجم القصاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجم في طبعة اليوم. يعني في البدء نتحدث عن موضوع الأمطار والخدمات عموما، أعوام ونحن نتحدث عن قصور حاد في الخدمات، لكن بدون أن يكون هناك حلول واضحة. يعني برأيك هل أضحت مشكلة الخدمات عقيمة لا يوجد لها أي حل؟ تفضل. أستاذ نجم، إن كنت تسمعني؟ أستاذ نجم، هل تعتقد أن موضوع الخدمات مرتبط بالتوافقات السياسية؟ وما هو ما عطل أو عرقل تقديم تلك الخدمات للمواطنين برأيك؟ مشاهدينا، نعتذر عن هذا الخلل الفني، جولتنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
ونبدأ جولتنا في الصحف العربية والعالمية ومن صحيفة الأهرام المصرية، ومنها السفير الأمريكي في بغداد يصرح نتطلع لعراق قوي ومزدهر. أكد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر أمس السبت أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى عراق قوي مزدهر يؤثر بشكل إيجابي في محيطه الإقليمي والدولي. وأعرب السفير الأمريكي خلال اجتماعه مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي عن الأمل في أن يأخذ العراق دور الفاعل في أمن واستقرار المنطقة، وذلك بحسب بيان عراقي. وإلى الدستور الأردنية، وقد نشرت الجزائر تسجل 21 وفاة و1044 إصابة جديدة بفيروس كورونا. أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر أمس السبت تسجيل 1044 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال 24 ساعة الأخيرة، بتراجع 14 حالة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات إلى 81212. وأشارت إلى أنه تم رصد 622 حالة تعافي جديدة، ليبلغ بذلك مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 52628 شخصا. مشاهدينا، ومن الاتحاد الإماراتي نقرأ: لبنان يسجل 1696 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في لبنان إلى 125637 إصابة بعد تسجيل 1696 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 991. وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أنه تم تسجيل 1696 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. ونشرت صحيفة القبس الكويتية: بريطانيا تنصب الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع اللقاح. عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نظيم الزهاوي الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة للأعمال كوزير مسؤول عن نشر لقاح كوفيد-19، في إشارة إلى أن الحكومة تستعد لبرنامج تطعيم شامل. وتم إعلام المستشفيات البريطانية بالاستعداد لطرح اللقاح في أقل من 10 أيام. مشاهدينا، بالعودة إلى الشأن المحلي، ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف أستاذ نجم القصاب المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك أستاذ في طبعة اليوم. يعني في البدء نتحدث عن موضوع الأمطار والخدمات بشكل عام، أعوام ونحن نتحدث عن قصور حاد وواضح في الخدمات، لكن بدون أن يكون هناك حلول واضحة. برأيك هل أضحت مشكلة الخدمات عقيمة لا يوجد لها أي حل؟ تفضل. صباح الخير عليك وعلى متابعيك الكرام. طبعا ليست مفاجأة لا للشعب العراقي ولا للدولة العراقية عندما هناك تكون انعدام الخدمات، ليس في بغداد فقط وإنما في عموم العراق، بسبب المحاصصة، عدم وجود محاسبة متابعة، بالتالي لم تكن هناك أي مستجدات لا في الخدمي ولا حتى في الأمني. عندما تكون هناك تظاهرات نجد هناك سقوط شهداء وتجاوزات على المتظاهرين. أما عن الخدمات، أنا أرى إن لم تكن هناك قرارات جريئة من قبل الطبقة السياسية ويكون تضامن سياسي حقيقي واضح من أجل كشف ما الذي أوصل البلاد إلى هذه الفوضى على المستوى الخدمي، على المستوى السياسي، على المستوى المجتمعي. وهذا يعني نحتاج إلى قرارات جريئة ومحاسبة أغلب إن لم تكن كل الذين تبوأوا مناصب سواء في أمانة العاصمة أو في وزارة البلديات، لأن من غير ممكن كثير من الأمناء
بغداد السابقين وكثير من الذين تبوأوا مناصب في هذه الدائرة التي تعتبر أربعة وزارات عدا السيد منهل الحبوبي وأمين العاصمة الحالي، لأن لا يتحملون كل هذه التبعات أو كل هذه الانهيارات على المستوى عندما تمطر أو تسقط أمطار أربعة أو خمسة ساعات وتغرق بغداد، حقيقة ليس مهزلة وإنما مضحكة تكون للآخرين، لأن صرفنا وهدرنا مليارات الدولارات لم يتم محاسبة بدءا من مشروع قناة الجيش وكذلك الخط السريع وكذلك كثير من الشوارع. هذه كلها عليها ملفات فساد وشبهات فساد، لابد أن نعرف من الذي سرق الأموال ولم يتم محاسبة السارقين. نعم أستاذ نجم، هل تعتقد أن موضوع الخدمات مرتبط بالتوافقات السياسية، بالتالي هو ما عطل وعرقل تقديم الخدمات للمواطن؟ بالتأكيد، يعني أولا التوافقات السياسية، التدخلات السياسية، المحاصصة، وضع الشخص الغير مناسب في مكان مهم وحساس على المستوى الخدمي على المستوى الأمني، هذه كلها بدأنا ندفع ضرائب أنا وأنت والمشاهد الكريم. نعم. من الذي يحاسب هؤلاء؟ إذن التوافقات والتدخلات السياسية، رغم السيد الكاظمي أراد أن يخرج من هذه التدخلات عندما اختار كثير من هيئات التي فيها أموال أو لديها احتكاك مباشر مع المواطن، لكن لا يستطيع، لأن هناك كثير من الذين يمتلكون الأموال ويمتلكون القوة والسلاح يحاولون إفشال أي مشروع يقدم خدمي أو غير خدمي للمجتمع العراقي. أستاذ نجم، في شأن آخر وفيما يخص التعديلات الدستورية، هل ترى أن هناك إمكانية بالأصل لتعديلات دستورية مع وجود ما هو أشبه بفيتو أوجده الدستور؟ يعني كما تعلمين بزوال التضامن تموت الدول، وبزوال الجرأة يموت القرار. إحنا بما أن نظامنا السياسي بعد 2003 نظام توافقي أرض طائفي مكوناتي، لابد أن يكون تضامن واتفاق بين القوى السياسية، وطبعا هذا النظام هو قد فشل ليس في العراق فقط وإنما حتى في لبنان. أبسط قرار أو أبسط مشروع تحاول الدولة أو تحاول النخب السياسية تمريره أو تشريعه تحتاج إلى توافقات سياسية، فكيف يكون توافق سياسي ولدينا مئات أو آلاف من الرؤوس أو من الزعامات؟ هذا صعب جدا. في 2004 و5 و6 و7 كان هناك 6 أو 7 رؤوس أو زعماء سياسيين يتفقون على أي قانون سواء كبير أو قوي أو صغير أو قرار مهم أو غير مهم، أما الآن صعب جدا يتم التوافق. اليوم نحتاج إحنا اليوم إكمال المحكمة الاتحادية، عندنا عضوين نقص، ليس هناك انتخابات مبكرة أو غير مبكرة إن لم تكن تكتمل هذه المحكمة حتى تقوم بتصديق على نتائج انتخابات. الجهة المخولة والوحيدة دستوريا وقانونيا هي المحكمة الاتحادية، إلى الآن ليس هناك. ثم هل إن هناك جهوزية في مفوضية الانتخابات؟ هل هناك توافق سياسي حقيقي؟ نسمع كثير لكن الحقائق تختلف عن ما نسمعه في الإعلام. إذن على ما يبدو بعض القوى السياسية الآن مرتاحة على هذا الوضع البائس المرعب للمواطن، بدءا من الموظف في الحكومة، لأن الآن الموظف يتخوف هل إن هناك رواتب لديه استحقاقات. إذن على ما يبدو نفتقد إلى التوافق السياسي الحقيقي الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن. طيب أستاذ نجم، يعني نتحدث على جانب آخر وتحديدا الموازنة والإصلاح الاقتصادي، يعني برأيك هل تفعيل الورقة البيضاء لوحدها كفيل بهذا الإصلاح، أم أن هناك جوانب أخرى يجب النظر بها وتسليط الضوء عليها؟ يعني أولا أهم شيء أن تكون في هذه الورقة هي الشفافية والوضوح من أجل إيضاحها للناس، لأن دائما نفتقد إلى التوظيف والتوصيف. إحنا اليوم علينا أن نوظف الحالات لصالح الدولة على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، من غير ممكن ننقل كل مشاكلنا همومنا هذه المصاعب التي تضرب العراق إلى دول آخر. كيف تدخل الشركات الاستثمارية إلى المدن العراقية والآن كل شخص يسقط الآخر وكل حزب يسقط الحزب المنا
المناور أو المنافس إلا، هذا مو صحيح. النقطة الأخرى، الورقة البيضاء، لا أحد يعلم ما هي الورقة البيضاء. نعم أنا أتفق معك والكل يتفق أن السيد الكاظمي يمتلك النزعة الإصلاحية، لكن هل يمتلك الأدوات؟ أنا أقول لك كلا. الورقة الإصلاحية والنزعة الإصلاحية والقرارات لابد أن تكون بها أدوات يمينا ويسارا. السيد الكاظمي إلى الآن كثير ما يرغبون إفشاله وعدم جعله ينجح، لأن يعتقدون إذا نجح سوف يحصد الولاية الأخرى له، وإن نجح سوف تقوم الأحزاب التي حكمت الدولة في السنوات الماضية ليس لها أي موضع قدم داخل المدن العراقية. نعم، المحلل السياسي أستاذ نجم القصاب كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. مشاهدينا، ومن الشأن المحلي ننتقل إلى أبرز ما تناولته الصحف المحلية لهذا اليوم، العالمية وإلى الصحافة العالمية، وفيها من صحيفة الاندبندت نطالع احتجاز أكثر من 60 شخصا خلال احتجاج ضد الإغلاق في لندن. اعتقلت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن أكثر من 60 شخصا خلال احتجاج مناهض للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا. وكتبت شرطة العاصمة في لندن عبر موقع تويتر بعد ظهر أمس السبت: نتوقع أن يرتفع هذا العدد ونواصل حث المواطنين على العودة إلى ديارهم. أما صحيفة واشنطن بوست ومنها مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق أجواء البحر الأسود. أعلنت غرفة العمليات التابعة لوزارة الدفاع الروسية أمس السبت عن اعتراض طائرة روسية طراز سو 27 طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود. وكانت وسائل الرصد الجوي الروسية كشفت عن هدف جوي يقترب من الحدود الروسية فوق المياه الدولية للبحر الأسود بحسب بيانات غرفة العمليات الدفاعية. مشاهدينا، ومن الصحف العالمية أيضا صحيفة ديلي ميل، ومنها الاتحاد الأوروبي يخطو خطوة كبيرة نحو إرساء قواعد الحق في الإصلاح للأجهزة. اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة كبيرة نحو إرساء قواعد أقوى للحق في الإصلاح للهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، حيث صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لدعم قرار بشأن السوق الموحدة المستدامة. ويمثل تصويت أحدث دفعة رئيسية نحو أهداف الاتحاد الأوروبي الأكبر المتمثلة في جعل الأجهزة تدوم لفترة أطول وتقليل النفايات الألكترونية. والختام في العالمية من صحيفة ذا تلغراف، ومنها ألمانيا تسجل 21,695 إصابة جديدة بفيروس كورونا. أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أمس السبت بأنه تم تسجيل 21,695 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 1,028,089 حالة. مشاهدينا، وإلى الأخبار الاقتصادية، والبداية من صحيفة القبس الكويتية، ونقرأ آفاق مشجعة للاقتصاد المصري. استعرض تقرير لبنك الكويت الوطني أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية والمؤشرات على نموه، والتي تشير إلى أن مصر تحقق أداء جيدا نسبيا في ظل الظروف الراهنة، وتعتبر ضمن عدد محدود من الدول الناشئة التي نجحت في تسجيل معدل نمو إيجابي خلال العام الحالي، بينما بدأت إصلاحات الاقتصاد الكلي التي طبقتها خلال السنوات الأربع الماضية تؤتي ثمارها.
وأيضا في الشأن الاقتصادي ومن صحيفة الاقتصادية السعودية نطالع: التجار يتنفسون سعداء بعد إعادة فتح المتاجر في أجزاء من أوروبا. يعيد جزء من دول أوروبا فتح متاجره في عطلة نهاية الأسبوع مع تراجع حدة انتشار فيروس كورونا المستجد، في حين منعت لوس أنجلوس في الولايات المتحدة حيث الوباء مستعر أغلبية التجمعات العامة والخاصة. وقالت السلطات في كبرى مدن ولاية كاليفورنيا: كل التجمعات العامة والخاصة لأفراد لا ينتمون إلى أسرة واحدة محظورة، باستثناء مراسم الأعياد الدينية والتظاهرات لفترة 3 أسابيع على الأقل حتى 20 من كانون الأول. وعلى صفحة العلوم والتكنولوجيا نطالع من صحيفة اليوم السابع المصرية: روسيا تبني محطة فضائية تسمح بمراقبة سطح الأرض بأكمله. كشفت شركة الفضاء الصاروخية الريجيا ميزات محطة الخدمة المدارية الروسية الجديدة، والتي ستقع في المدار المتزامن مع الشمس، وستكون زاوية ميل المحطة الواقعة على خطوط العرض العالية، بحيث يمكن مراقبة سطح الأرض بالكامل منها، وسيتم مراقبة البحر الشمالي والقطب الشمالي بحسب ما ذكرته الشركة لسبوتينيك. وعلى صفحة العلوم والتكنولوجيا أيضا نقرأ من جريدة النهار اللبنانية: صاروخ ناسا العملاق لنقل رواد الفضاء إلى القمر. بدأت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بتجميع أول صواريخ الدفع لمركبة الفضاء SLS على منصة الإطلاق استعدادا للرحلة الأولى السنة المقبلة. ومركبة الفضاء SLS عبارة عن صاروخ عملاق متعدد المراحل سيحمل رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر. ومن المقرر أن تتم أول رحلة مأهولة في إطار هذا البرنامج سنة 2024. مشاهدين، أبرز ما تناولته الصحف لهذا اليوم في الشأن الصحي. ومن صحيفة الرأي الكويتية نطالع على صفحتها الصحية: الصين اكتشاف فيروس كورونا في عبوات للأغذية المجمدة بمدينة ووهان. قالت السلطات الصحية في مدينة ووهان بوسط الصين أنها اكتشفت 3 عينات إيجابية في عبوات للأغذية المجمدة المستوردة من البرازيل وفيتنام لفيروس كورونا المستجد. وأضافت اللجنة الصحية في مدينة ووهان أنه تم أخذ عينتين من لحوم البقر المجمدة المستوردة من البرازيل وعينة أخرى من أسماك باسا المجمدة المستوردة من فيتنام من مستودعين للتبريد، إذ جاءت نتيجة العينات إيجابية. ونبقى في الشأن الصحي ونطالع في صحيفة البيان الإماراتية: هل تختلف فعالية لقاح كورونا حسب العمر؟ قال خبراء أن النتائج الفعالة للقاح فيروس كورونا الذي تنتجه جامعة أكسفورد وشركة استرازينيكا لدى كبار السن قد تؤدي إلى التفكير في إعطاء لقاحات للفئات العمرية المختلفة. فقد تبين أن المجموعة التي تلقت جرعة منخفضة من اللقاح لم تشمل أي مشاركين تزيد أعمارهم على 55 عاما، مما يعني أنه من غير الواضح ما إذا كانت فعالية 90% تنطبق على كبار السن الذين هم أكثر عرضة للخطر. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن أبرز ما تناولته الصحف لهذا اليوم في الشأن الصحي انضم معنا مباشرة عبر الهاتف دكتورة سجى طارق عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة. أهلا ومرحبا بك دكتورة سجى. يعني في البدء، كيف تقرأين الموقف الوبائي مع معدلات الإصابة والشفاء الأخيرة؟ تفضلي.
أهلا بكم في برنامج طبعة اليوم، وأهلا بقناة العراقية الإخبارية وجميع مشاهديكم ومتابعيكم. بصراحة حاليا يعني الوضع احنا مثل ما قبل فترة يعني بدينا انه نحضر روحنا انه ممكن تكون اكو موجة ثانية. البارحة الارقام كانت جيدة نسبيا، بس ايضا انه احنا نتوقع ممكن زيادة الحالات، خاصة مع خلينا نقول عدم الالتزام الواضح بالشارع العراقي. يعني احنا في كل مكان، نعم، حتى نلقى تجمعات بالمولات، همينا نلقى تجمعات غير ضرورية، مو الكل ملتزم بال يعني بالتعليمات اللي نطت. هواية ناس مدى تلبس الكمامة ومدى يعني حتى نقول ما مدى يخافون من الوضع. فإحنا إذا نظل خلينا نقول على هذا، ممكن مع زيادة انخفاض درجات الحرارة اللي حتجينا بالشهرين القادمة، ممكن نتوقع زيادة حالات حتكون بعدد كبير. بس مع هذا وزارة الصحة متحضرة لهذا الشيء، هيئت المراكز الصحية، هيئت المراكز اللي هي العلاج كورونا، بعدتها عن المستشفيات العامة، عن المستشفيات والمراكز الصحية، فصارت عندنا مراكز الحجر مال كورونا مختلفة، ما أكو أي اختلاط نقول بين المرضى العاديين ومرضى الكورونا. فهذه أشياء ممكن أنه تقلل أيضا الانتشار داخل المستشفيات وداخل المراكز الصحية. طيب دكتورة سجى، يعني هل تم تهيئة الأمور اللوجستية والمالية لاستيراد لقاح كورونا في حال تم اعتماده فعلا؟ طبعا وزارة الصحة وقعت مع يعني مع جافي اللي هي المنظمة المسؤولة اللي احنا تابعين لها، احنا وهي تقريبا 80 دولة، يعني العراق 80 دولة تقريبا تابعين لمنظمة جافي، ومع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. أي لقاح يتم اعتماده من منظمة الصحة العالمية ممكن توفر جافي من الشركات المنتجة أو توافق عليه، فوزارة الصحة لها من عنده خلينا نقول للعراق اكو نسبه معينه اللي هي احنا حاجزين على 8 ملايين جرعه. هذه الجرع تتوزع للفئات خلينا نقول اللي هم اكثر عرضه للفيروس وللاعراض الشديده، مثلا كبار العمر اكثر من 55 او 60 سنه، موظفي وزاره الصحه والبيئه وموظفي وزاره الداخليه والدفاع، كونهم هم الفئات اللي اكثر عرضه والفئات اللي هي خلينا نقول خط الصد الاول اللي يصير. بعد يعني بعد هذول الفئات حيكونون الناس اللي عندهم امراض تقلل المناعه او امراض مزمنه، فشويه شويه ممكن انه يتوزع اللقاح على هذه الفئات. دكتوره، طبيعه اللقاح الذي ينوي العراق استيراده، يعني عمليه اعطائه للمواطنين هل ستكون اجباريه ام اختياريه؟ تمام. هو يعني اللقاح احنا بالعراق حاله حال باقي اللقاحات، مثلا اليوم بدات حمله اللقاحات لاقل من الاطفال اقل من 5 سنوات للقاح شلل الاطفال مثلا، هذه اليوم بدات. فاحنا اللقاحات اكو مسجلين، الناس المسجلين ياخذون اللقاحات اللي تكش بعد هذه الفئات ممكن يتوزع للمواطنين. من حيتوزع للمواطنين اكيد ما راح يكون اكو شيء اجباري، بس احنا يعني نوجه الناس انه تاخذه، لانه اللقاح راح يقينا خطر الاصابه ويقينا خطر نشره للفئات اللي معرضه اكثر لهذا الموضوع. دكتوره حسب يعني نعم يعني خلينا نقول يعني جدا جدا هذا يعني هذا الموضوع جدا يعني خلينا نقول سابق لاوانه. طيب حسب اعتقادك أي اللقاحات أقرب للعراق لاستيرادة؟ بصراحة هي لحد الآن اللقاحات اللي شركات أعلنوا إنه هم ما كملوا المرحلة الثالثة، هم أنطوا تحليلات للداتا اللي عندهم أو البيانات اللي عندهم للمرحلة الثالثة، فهذه كلها ابتدائية. حاليا مثلا فايزر وموديرنا اللي هم من أمريكا، الشركات اللي تنتج داخل أمريكا، بيريدون يعني يقدمون طلب أو مفروض أنهم قدموا طلب استعمال طارئ للقاح. هذا الطلب بعد ما وافقت عليه منظمة الدواء والغذاء الأمريكية، يلا يقدرون ينتجون. فهذا الشيء بعد يعني حتى وإن يعني هم وافقوا عليه وبدأوا الإنتاج، هي الشركة نفسها ما ممكن تنتجه إلا بعد أشهر.
فكل اللقاحات حاليا تقريبا واصلة نفس المرحلة من انه بيانات المرحلة الثالثة. الاختبارات اللي جرت جرت على فئات معينة مثل ما ذكرت، وما جرت على كل الفئات ولا في كل الدول، فبعدها هذه البيانات جدا ابتدائية، وممكن في بيانات لاحقة تطلع يجوز 90 تنزل أو تصعد، هذه حسب القراءات اللي حتصير للناس اللي حيتطوعون حتى يتم اختبار اللقاح عليهم بعد أكثر. فهذه البيانات الابتدائية أوكي مبشرة بالخير، بس ما نتوقع اللقاح منا لنص السنة الجاية يلا يتوزع، يعني خلينا نقول للناس أو يخلص مرحلة الاختبار ويبدأ ينتج بصورة كبيرة. دكتورة، توفر اللقاح حسب اعتقادك يعني كفيل بالقضاء على الجائحة أم سيبقى هناك حاجة للالتزام بالإجراءات الوقائية؟ طبعا هو احنا ما يعني احنا نستبشر خير باللقاح، بس مثل ما ذكرت لحضرتك انه اللقاح ممكن منا الاشهر يلا يتم يعني يتم توزيعه على الدول اللي حاجزه اللقاح، فاكيد احنا منا لهذه الاشهر والى ان يوصل اللقاح داخل البلد ويتوزع وناخذه احنا يعني كاشخاص ويشتغل على جسمنا، يلا بعدها انه نقول اوكي صارت عندنا مناعه. بس هو الفيروس من بدايه السنه الفائته تدريب هذه الفرق على أخذ المسحات. وشغلة ثانية أنه عندنا فرق ثابتة أكيد بالمراكز الصحية القريبة اللي هي معرف عنها من زمان من داخل وزارة الصحة والبيئة لأخذ المسحات والاختبارات لفيروس كورونا. نعم. اللي صار حاليا أنه عدا عن هذه وزارة الصحة بينت لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي أيضا أنه من يعني منذ فترة سبقت ضرورة توجيه وتدريب الملفات التدريسية لكيفية التعامل، وأيضا تم وضع إذا تذكرين البيانات لوزارة الصحة أنه مثلا وضع 12 طالب فقط في الصف الواحد لضمان التباعد الجسماني اللي يصير، ممكن يكون المدرس أو المعلم لنفس الصف فقط ما يدرس مثلا الصف ثاني حتى إذا انتقل الفيروس لينشر للصفوف الأخرى، مرحلة دراسية واحدة تكون في كل يوم وهكذا. فهذه هي يعني أكثر النقاط المهمة اللي تم اتباعها وتم التأكيد عليها من وزارة الصحة. نعم دكتورة سجى طارق عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. مشاهدينا، إليكم أبرز ما تناولته الصحف في أخبار الثقافة والفنون، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، وإلى أخبار الثقافة والفنون، نطالع في موقع المدى. متحف الموصل يفتتح كليا بعد سنوات من أكبر عملية تدمير تعرض لها. بعد حادثة اقتحام متحف الموصل المشؤومة من قبل عدد من إرهابي داعش وقيامهم بتحطيم ونهب محتوياته الأثرية من تماثيل وألواح طينية وقطع أثرية، فقد تم إعادة افتتاحه للزوار من جديد الآن،
ويستضيف متحف الموصل خلال افتتاحه معرضا نحتيا لأحد الفنانين العراقيين يقام في قاعة الاستقبال الملكية التي تمت إعادة تأهيلها، وذلك بعد 4 سنوات من نهبها من قبل إرهابي تنظيم داعش. مشاهدينا، ومن أخبار الفنون والثقافة أيضا نقرأ في صحيفة الأهرام المصرية عرض لوحة للرسام كليمت في إيطاليا بعد 23 عاما من فقدها. تعود لوحة لرائد الفن الحديث النمساوي جوستاف كليمت للعرض مجددا في صالة فنية إيطالية بعدما فقدت لنحو 23 عاما. وكانت لوحة بورتريه سيدة قد سرقت من صالة ريتشي أودي غاليري في بياتشينزا بشمال إيطاليا في فبراير من عام 1997، وتم العثور عليها في باحة نفس صالة العرض في ديسمبر من العام 2019. وإلى الأخبار المنوعة، ولكن بعد هذا الفاصل. ومن جريدة الرؤية الإماراتية نقرأ: أمريكيان يتحديان كورونا ويتزوجان عبر النافذة. أثبت الأمريكيان لورين جيمينيز وباتريك ديلغادو أنه لا يوجد شيء يمكن أن يعوق زواجهما حتى فيروس كورونا نفسه، وكانت الجائحة قد أجبرت الخطيبين على تأجيل موعد الزفاف والاعتذار للمدعوين 3 مرات. وزادت الأمور تعقيدا بعد اقتراب مدة انتهاء تصريح الزواج، فقرر الاثنان إقامة العرس تحديا لكورونا. وارتدت العروس فستان الزفاف الأبيض وجلست في غرفتها أمام النافذة، بينما وقف عريسها تحتها في ساحة المنزل. ومن صحيفة اليوم السابع نقرأ: ممنوع كورونا، حان إيطاليا تمنع الزوار من تداول أخبار الجائحة. قررت صاحبة حانة صغيرة في العاصمة الإيطالية روما بالابتعاد قليلا عن المناخ المسيطر لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بعدم السماح بالتحدث عن أخبار فيروس كورونا وعلاجاته وآخر أخبار إصاباته في إيطاليا والعالم، خاصة وأن فيروس كورونا أصبح يستحوذ على حديث العالم في كل مكان، فيما اكتفت بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في مطعمها. ونطالع في شأن الرياضي على موقع سكاي نيوز عربية: يوفنتوس أزاح رونالدو فسقط في شر أعماله. اكتفى فريق يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع مضيفه بونفينيتو بعد إراحة هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، متأخرا ب3 نقاط عن ميلان المتصدر. ونبقى في الشأن الرياضي ونطالع في موقع بي ان سبورت: برايتون يفرض التعادل على ليفربول. فرض برايتون التعادل على ضيفه حامل اللقب ليفربول بهدف لكل منهما ضمن المرحلة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وصار رصيد الريدز 21 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، فيما رفع برايتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز 16. مشاهدينا، نتابع وإياكم أبرز ما نشرته الصحف من رسوم كاريكاتيرية، لكن بعد هذا الفاصل.